بيقولوا طلق واحدة من جوزها علشان يتجوزها، وفي واحد ضرير اتنبأ بمستقبله. حياة فتح سرور رئيس مجلس النواب الأسبق مليانة تفاصيل وأسرار وحكايات، ده غير علاقته بوالده اللي كانت دايماً بتثير الجدل. يا ترى إيه حكاية سندس الزوجة التانية، وإيه قصة المتنبأ؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. الدكتور أحمد فتحي مصطفى كامل سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق لمدة 21 سنة، كان مرتبط مع الرأي العام بأنه راجل صارم قاعد فوق منصة مجلس النواب وبكل قوة بيفصل ما بين المتجادلين بمقولته الشهيرة المجلس سيد قراره. لكن النهاردة هنكشف عن الوجه الآخر لحياة رئيس مجلس النواب الأشهر في مصر ورحلته من الصعيد للقاهرة لدول العالم، وإيه حكاية جوازاته اللي انتهت بأمر من سوزان مبارك. أصوله كانت من المنيا وراح على القاهرة علشان يدرس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان متفوق جدا لكنه كان معروف عنه الغرور، كان غروره كبير لدرجة إن بعد تخرجه طلع بمنحة يدرس الماجستير في أمريكا، وتحدى الدكتور بتاعه هناك إنه هياخد البرنامج كامل، وده لأن درجته في امتحان اللغة الإنجليزية كانت ضعيفة، فتحدى المدرس وبسبب كده فضل طول الوقت في المكتبة وعمل بحث الكل أشاد بيه. طفولة سرور ما كانتش هادية، رغم إنه قال إنه كان طفل هادي، وقال إن في طفولته واحد حضنه وبعدها فقد القدرة على النطق، وفضل شهور يتعالج عند دكاترة لحد ما رجع يتكلم تاني. من ضمن المواقف البارزة في حياته كمان إن كان والده مستضيف راجل ضرير في البيت، وبمجرد ما فتح سرور دخل عليهم الضرير ده قال إن هيكون ليه مستقبل كبير وكل عيلته هتستعين بيه. فتح سرور كان عنده موهبة التمثيل، وبعد الثانوية العامة كان عايز يدخل معهد التمثيل علشان يحقق حلمه، لكن رد والده كان صادم. والد فتح سرور اعترض لدرجة انه مد ايده عليه وقال له عايز تبقى مشخصاتي، ودخل كلية الحقوق جامعة القاهرة. من مواهب فتح سرور كمان التأليف، وبيحكي ويقول مرة دخل على يوسف وهبي علشان يهديله رواية من تأليفه، قال له يا ابني انت ناقل الرواية دي منين؟ وما كانش مصدق ان سرور هو اللي كان كاتبها. اما عن حياة فتح سرور العاطفية فهو كان ليه حب في طفولته وكانت بنت الجيران، واللي فضل يحبها لحد ما في يوم راجع من مدرسته اتفاجئ بجنازتها قدام عينه، والصدمة خلته ما يقدرش يمشي في الجنازة. ويوم فرحه على زوجته السيدة زينب الحسيني ساب الفرح علشان مأمورية في الشغل، استأذن من المعازيم ورجع بعد ساعة. لكن زينب الحسيني ما كانتش الست الوحيدة في حياة فتح سرور، لأنه تجوز في السر من سكرتيرته في مجلس النواب. بعد تعب السيدة زينب الحسيني فتح سرور اتجوز من سكرتيرته وخد لها شقة في الزمالك في عمارة المشاهير. كان سرور بيروح لها بشكل يومي لكنه بيكون متخفي، وبيكون معاه سواقه الشخصي وبس، واللي بيطلع قبله يأمن له مدخل العمارة ويفضل معاه لحد ما يدخل شقة سندس، وبعد وقت معين بيرجع علشان يعمل نفس الحاجة. ووقت ما قامت الثورة اختفت سندس شهر كامل، ولكنها رجعت مرة تانية وتنزلت عن كل أملاكها لبنتها من زوجها الأول واللي كان عندها 18 سنة علشان ما يتمش مصادرة أموالها، واللي كانت واخداها كلها من فتح سرور. ويقال كمان إن فتح سرور اتنازل لبنت سندس عن جزء كبير من ممتلكاته لنفس السبب. فتح سرور فارقنا ورحل عن الدنيا، لكن صندوق الأسرار لسه مليان، وهنحكي لكم منه حكاوي كتير في الأيام الجاية في 5 بالعربي.